بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Make sure you click on the subscribe button for Digital Crown TV and make sure you hit the bell icon for future content from Digital Crown TV. Thank you.